موحدين على الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي السلمي الذي يأتي سيأتي ويجب أن يأتي بموافقة دولية حسب القرار 2254. هذا الحد الأدنى، لكنه سنقبل به كونه يبدأ بعملية التغيير ويبدأ بحرية الرأي في الساحة. لا يوجد اختلاف، الكل مصر على رحيل هذا النظام واستبداله بنظام ديمقراطي علماني وطني وبناء دولة وطنية لكل مواطنيها بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق. بعد 132 يوم من حراسنا مستمرين بمطالبنا المحقة والمشروعة بتحقيق دولة عدالة ومساواة، دولة حرية، وما راح نتغير وما راح نغير موقفنا وما راح نتراجع حتى لو انه صمدنا اكثر من هيك بعد بكثير. الموضوع موضوع مبدأ، ونحن عم نطالب بوحدة سوريا كاملة ارضا وشعبا. طبعا نحن رافضين التقسيم، رافضين كل المشاريع الخايسة. نحن دمشق عاصمتنا وبدنا نحررها ونعمل شو ما بيتفق شعبنا، بدنا نعمل فيدرالية مركزية لا مركزية بطيخية عقب ما نتخلص من هذا النظام الفاسد. شو بيكون رأي الأكثرية بشعبنا نحن بدنا نلتزم فيه.